نحن اليوم موجودين بمنزل المفقود مبارك الرشيدي، ومعنا خي المفقود عبد الرحمن. عبد الرحمن، خبرنا شو وصل التحقيق، لوين وصل التحقيق؟ مبارك آخر واحد كلمته امرته الساعة 10 بالليل، بعد 10 بالليل اختفى وكان ويا رفيجه اللي محجوز. كلمته مرة لا رد، وكان طبيعي. بعدها اختفى، ندق عليه مغلق، دقينا على الساعة 3 الفجر مغلق. فالموضوع هذا ما نسكت عنه، دقينا على دقينا على صديقه الساعة 2 الظهر اليوم الثاني، جاني الساعة 10 بالليل. فهذا يعني انت رفيجك مفقود، شلون ما تجي؟ بعدين يقول السيارة مسروقة، فندورنا السيارة، حنا اللي لقينا السيارة طبعا، وزارة الداخلية طياراتها برجالها ما لقوها، حنا اللي لقينها، حنا مجموعة من أهل الكويت لقينا السيارة، لقيناها بجاخور ما ندري منو جاخورة، وجنبها سيارة أخو المتهم بس بوك بسيارته ومقفل السيارة، سيارته موجودة مقفل، ما في أي شيء معلومات عنها، والتلفون مشيول بعد مغلق طافي، ما ندري عنه وين. ليومك هذا الوالد يطلع يوميا، وكل يوم نطلع سيارات، وأول 10 أيام تقريبا نطلع تقريبا 40-50 سيارة، ماكو فايدة، كل يوم يقول لنا مكان، المكان هذا المكان هذا، ونطلع نطلع نطلع ما في أي أثر. دورنا ما في أي شيء لمبارك، كلمناه قبل لا يتم القبض عليه، كلمناه أنت تدري عن مبارك؟ قال آخر مرة الساعة 12 بالليل بالمخيم نفسه بالترصد الساعة 5 موجود يا الفجر. ثاني يوم يروح يغسل سيارته مواد كيميائية في المغسلة، يعني أنت رفيجك ضايع تروح تغسل السيارة، فقامت الشبهة تدور حوله، السيارة يقول مسروقة، نلقاها مخيمك الثاني ولا في أي مشاكل. مبارك مسالم، ما عنده ولا أي أحد يطلبه، ولا في مشاكل مع ناس، رجال يخاف الله يصلي، ما في أي عداوة مع الناس كلها. ربع اللي بالدوام يدقون عليه يسألون عنه. مبارك عمره 34، ما تواصل أحد ويانا، حتى وزير الداخلية ما تواصل ويانا، وكل وزارة ما تواصل ويانا. مو معقول وزير داخلية بهالوضع مو جاي يتواصل ويانا ولا تعرف الموضوع. فما يصير الحين 27 يوم قاعدين على نار وشرار، يعني عند أم عند أبو عند أخوان عند عيال، 27 يوم ما ندري عنه، عنده 5. الوالد والوالدة في معلومات ما أقدر أقولها عنها، ما أقدر أقول إنه في دم، يعني كبر بالعمر، وعياله عياله اللي قايلهم مسافر. مبارك ليه الحين مسافر؟ ليه الحين مسافر؟ يعني عيال مبارك، عيال مبارك كبار مو صغار، كبار مو صغار. مبارك الولد الكبير عمره 10، والصغير عمره 1.5. شو بتقولوا لهم لما بيسألوكم عن؟ والله نقول مسافر. وزوجته؟ في معلومات ما اقدر اقولها، في معلومات سرية وفي معلومات ما اقدر اقولها لانهم تعبانين. عادي هذه رسالة احنا نطلب فيها وزير الداخلية، نطلب فيها يعني عياله، نبي نشوف شنو مصير مبارك، بس نبي مصير مبارك حي ميت جيبوه، يعني 27 يوم ما تدرون أهله. بعتذر على السؤال، بس بعد 27 يوم بعد في أمل عندكم انكم تلاقوا مبارك؟ ان شاء الله ان في أمل نلاقي مبارك. انا الحين اناشد الامير وولي العهد الكريم ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشخصه واهل الكويت كلها، يعني هذا ولدكم، حنا نبيه حي ولا ميت. هذه الإشاعات يوميا، كل يوم يقول شفنا مبارك، اروح ما هو، اطلع الكاميرات ما هو، يعني تقريبا ولا 15 شخص، اطلع الموقع اشوفه مو هو، يعني قالوا شافوه بالفحيحين، شافوه بالجهارة، شافوه بالسالمية، شافوه بالفروانية، اطلع الموقع هذا شغل الكاميرات ماكو مو هو. فانا طالب وزير الداخلية انه يشكل لجنة ونطلب منه مقابلة شخصية يفهم منه الموضوع كامل، تعبنا، عنده ام عنده زوجة عنده ابو عنده عيال عنده اخوان، كل يوم يسألوننا، احنا تعبنا بنفسنا، اهل الكويت كلها ان شاء الله
وغير الكويت كلها إن شاء الله يدعو له، والله يرده سالم وغانم إن شاء الله.